600 متر رفعت الراية، فتحت البوابات في ختام أشواط الحفل 57 شوط مفتوح الدرجات. عمر الأربع والخمس سنوات، من يتصدر؟ من يبدأ الانطلاقة من علامة الميل؟ اندفعت هذه الأسماء. ابن جيم لوجيست شامخ القوم يتصدر، فيما المرشح الأول في ثاني المراكز يحاول التقدم في هذه الأثناء، وكذلك نشاهد الصحيب في المركز الثالث يحاول التقدم، بينما نشاهد كذلك مخبور بعد عودته من الانتصار الأول يلاحق في رابع المراكز، وكذلك نشاهد ماكو فكة يتقدم في هذه الأثناء، بينما نشاهد سيف الشمال ابن الشيب مع راموس يذهب إلى الصدارة والمركز الأول في محاولة لخطف الفوز الخامس في سجله السباقي بعد الحضور المشرف له في الأسبوع الماضي. وسيف الشمال إلى الصدارة والمركز الأول، راموس لا زال ممسكا بسيف الشمال، بينما نشاهد شامخ القوم في المركز الثاني والمحاولات من ماكو فكة للتقدم مع محمد سعيد إلى ثالث المراكز. 400 متر الأخيرة، المرشح الأول راموس يطلب منه الهروب أكثر وأكثر، سيف الشمال ابن الشيب يوسع الفارق ويبتعد في محاولة للهروب بهذا الشوط. وشاهد محاولات من محمد النفزي للمقناص، وال150 متر الأخيرة سيف الشمال يوسع الفارق يبتعد، ما شاء الله تبارك الله، سيف الشمال يضيف الفوز الخامس في سجله السباقي ويظفر.